وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت المديريات التعليمية والإدارات بتشكيل لجان متابعة لتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. وأكدت الوزارة ضرورة تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب على أقساط وفقاً للضوابط اللي تم الإعلان عنها، مع التزام المدارس بالإعفاءات المقررة للطلاب من المصروفات الدراسية، وكمان تخفيض 50% من الرسوم لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من معلمين وإداريين. ودكتور دحجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط. الأول منها هيكون أول أكتوبر اللي جاي، ده مع بداية الدراسة بواقع 50%. والقسط الثاني هيكون أول شهر يناير بواقع 30%، بينما القسط الثالث هيكون في شهر مارس اللي جاي اللي هو من العام القادم إن شاء الله 2023، وده هيكون بواقع 20%. ده اللي أعلنته الوزارة.